مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج منشط وقراءة في الصحف العربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. مناقشة لأهم الموضوعات اللي اهتمت بها الصحف كانت طبعا تطورات قضية مسلمو الروهينجا وسلوك أونغ سان سوكي الحائزة على جائزة نوبل للسلام الداعم للاضطهاد الذي يعاني منه المسلمون على أيدي البوذيين هناك. ما تزال قضية أو قضايا التنظيمات الإرهابية ومحاولة تفسير كيف تتكون هذه التنظيمات وما هو مصيرها بعد قرب تطهير العراق وسوريا منها. الهجوم الممنهج على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا يشغل مساحات كبيرة في الصحافة البريطانية والأمريكية، عربيا تداعيات الأزمة القطرية والقطيع العربية لها بسبب دعمها للإرهاب. نستهل هذه الجولة بأهم الملفات في الصحف والصحافة المصرية الصادرة غدا. البداية طبعا دايما ما بيكون من مصر، وهنقرأ عن السياسة الخارجية لمصر والاتفاقيات اللي وقعها أخيرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن اليوم السابع نقرأ السيسي يختتم الجولة الأسيوية بتوقيع 12 اتفاقي. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولته الأسيوية التي استغرقت 4 أيام، وتضمنت زيارة الصين والمشاركة في قمة بريكس وفيتنام، حيث شهدت الزيارتان توقيع 12 اتفاقية وثلاثة مع الجانب الصيني، أو هما ال 12 اتفاقية ثلاثة مع الجانب الصيني وتسعة مع الجانب الفيتنامي، إلى جانب عرض برنامج مصر الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية. قبل مغادرة العاصمة الفيتنامية هانوي، ألقى الرئيس كلمة في افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية الفيتنامية. أكد فيها أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة للحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين دولتين الصديقتين. إلى الأهرام العربي، ونقرأ أيضا في نفس الموضوع السيسي في زيارة تاريخية جديدة للتاريخ، حيث جاءت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية التي شملت الصين وفيتنام لتؤكد على مكانة مصر الدولية، حيث حرصت الصين على توجيه الدعوة لمصر لحضور اجتماعات مجموعة بريكس الاقتصادية التي يسهم أعضائها بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي. كما تعد زيارة السيسي لفيتنام الزيارة الأولى لرئيس مصري في تاريخ العلاقات ما بين البلدين. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن دول تجمع بريكس، وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، عندها احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار، ويهدف التجمع إلى تعزيز التعاون والتنسيق ما بين الدول الأعضاء، لا سيما على المستوى الاقتصادي في إطار المحافل متعددة الأطراف. الجدير بالذكر أن سكان دول مجموعة بريكس يقاربون نصف سكان العالم، فالصين والهند وروسيا وحدهم 3,220,000,000 شخص، تمتلك جيوش قوية. من ناحية تانية أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشركات الصينية العاملة في مصر ومساهمتها أيضا في حركة التنمية والتطوير، خصوصا في قطاعي الكهرباء والنقل. إلى ملف الاقتصاد المصري، وهنقرأ من بلومبرج مصر تطوي صفحة أزمات أو صفحة أزمات الدولار. في إشادة دولية طبعا جديدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر العملة، أقرت شركة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها بعودة البنك المركزي المصري لتغطية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبي بكفاءة عالية، ليجتاز بذلك ما كان قائما من تراجع في النقد الأجنبي خلال الفترات السابقة. وأشارت إلى أن ذلك يعد مؤشر على تعافي الاقتصاد المصري بقوة. ونقل تقرير الشبكة الأمريكية عن مسؤول بالبنك المركزي وهو بيقول أن مصر قامت بتغطية طلبات النقد الأجنبي للمستوردين والشركات الأجنبية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، فيما اعتبرته شبكة بلومبرج الأمريكية أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار. وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لبلومبرج، أضاف أن النظام المصرفي يلبي أيضا طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير، ويقدم البنك للشبكة بيانات لم تنشر من قبل توضح أن 1,500,000,000 دولار في الطلبات المعلقة من شركات متعددة الجنسيات للتحويل إلى شركات الأم أو موردي الدفع قد تم إنجازها، وكان هناك نحو 552,000,000 دولار متاحة للشركات الأجنبية التي تسعى لتحويل الأرباح. وفي المجمل تم تنفيذ معاملات تمويل تجاري تقدر بنحو 49,000,000,000 دولار بين نوفمبر
وقت تعويم العملة وحتى أغسطس حسب ما قال المسؤول علاقة شبكة بلومبرج، وهي بتقول أن تلك الأرقام تضاف إلى أدلة متزايدة على أن تمويلات مصر الخارجية قد تحسنت منذ تخليها عن أغلب قيود العملة في نوفمبر، كجزء طبعا من برنامج اقتصادي هائل ساعد على حصولها على قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر ب 12 مليار دولار. في أرقام تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته الحكومة واللي أدى إلى تضاعف احتياطي البنك المركزي ليصل إلى 36 مليار دولار في يوليو، قام المستثمرين الأجانب بضخ مليارات في الديون المصرية بالعملة المحلية. وقال مسؤول البنك المركزي أن إتاحة العملة الأجنبية بشكل متزايد قد عزز التداول في نظام البنوك في نظام ما بين البنوك، والذي كانت بدايته بطيئة بعد تعويم الجنيه بسبب الغياب الشديد للسيولة، فيما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريح لبلومبرج أن النظام ما بين البنوك كان نشطا ويعمل بشكل جيد، وأضاف أنه تم تداول نحو 9 مليارات دولار منذ تعويم العملة. هنروح إلى الحياة ونقرأ منها مصر صامدة وكلنا معها. مقال جهاد الخازن وهو بيقول ان الاداره الامريكيه اوقفت 95 مليون و700 الف دولار من المساعدات العسكريه لمصر، واخرت 195 مليون دولار اخر، وده طبعا لان مصر وفق الزعم الامريكي لم تبدي تقدما في احترام حقوق الانسان والاساليب الديمقراطيه. هذا فجور، فمصر تواجه حربا ارهابيه من الدلتا وحتى سيناء، وقد قتل جنود ومدنيون، لكن الكونجرس لا يرى هذا وإنما يعمى عن جرائم إسرائيل. ويعتقد الكاتب أن الكونجرس لا الرئيس ترامب الذي هتف الرئيس السيسي وجد عذرا لمعاقبة مصر بسبب علاقتها مع كوريا الشمالية. حسنا، مصر وقعت اتفاق مع روسيا لبناء أول محطة نووية فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى زيارة مصر لحضور بدء بناء المحطة. ماذا سيفعل الكونجرس غدا؟ يقطع العلاقات مع روسيا بعد أن أغلق لها مركز دبلوماسي أو مراكز دبلوماسية عديدة لأسباب، وهي المحطة للاستعمال السلمي. فهذا ما قرأت عنها، لكن أرجو أن تكون الحكومة المصرية تفكر في الجانب العسكري للنشاط النووي أيضا، رد على ما عند إسرائيل من ترسانة نووي. يتساءل الخازن في مقاله عدة أسئلة طبعا، بيقول ماذا فعل الرئيس السيسي لتبرر واشنطن بوست الإجراءات ضد مصر؟ مقال نشرته الجريدة وهو بيقول أنه استعمل طائرات هليكوبتر هجومية في ملاحقة المتشددين الإسلاميين في سيناء لا تراهم إرهابيين، وأنه أصدر قانونا ينظم الجماعات غير الحكومية بعضها يتلقى مالا من جماعات أمريكية، وأنه بحجة مكافحة الإرهاب اعتدى على حقوق معارضين وزعماء مدنيين وصحفيين. يضيف الكاتب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس ابن عمه، لكنه ينتصر له ضد ليكود أمريكا في واشنطن بوست وخارجها. هو يرأس بلدا محدود الموارد الطبيعية في حوالي 100 مليون نسمة أرض زراعية قليلة، ستزيد كثيرا بعد بدء إنتاج محافظة الوادي الجديد. أهم من ذلك، سيكون هناك دخل كبير بعد بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر في البحر الأبيض المتوسط. ليكود أمريكا من كتاب في الميديا واللوبي ودوائر البحث الإسرائيلية الهوى يفضلون أن يحكم الإخوان المسلمون مصر، لأنهم سيخربون ما بقي قائما من معالمها ويدمرون بالتالي نصف الأمة، أو ذلك النصف الوطني الذي لا يزال أبناؤه يرفضون كل شيء إسرائيلي وحتى السياح، كما رأيت بعيني مع زملاء في الحياة من مكتب القاهرة. مصر ستنتصر، وعصابة الشر الليكود الإسرائيلي ستدفع الثمن. نذهب إلى الشرق الأوسط، وفيها نقرأ 10 ملايين خط جوال مجهولة الهوية تثير مخاوف من عمليات إرهابية في مصر. تقرير للصحيفة بترصد فيه ما عبرت عنه بإثارة المخاوف جراء انتشار خطوط الهاتف الجوال مجهولة الهوية في الشارع المصري من استخدامها في عمليات إرهابية جديدة. في حين أعلنت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات أن هناك 10 ملايين خط مجهول الهوية تهدد الأمن القومي في البلاد، قال مصدر أمني أنه مع تطور التكنولوجي توجد إمكانية لإجراء عمليات تفجير في مصر من خارجها، وتحدث عن تقنيات تتضمن جعل الهاتف المحمول خارج نطاق الشريحة وتحويله إلى جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. جددت دار الإفتاء في هذا الإطار فتواها واللي أصدرتها في مايو من عام 2015 بتحريم استخدام خطوط الهواتف الجوالة المجهولة البيانات بسبب طبعا استخدام الإرهابيين لها في عمليات القتل والتفجير. يشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمكن أخيرا
بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات من ضبط ما يقرب من 28 ألف خط جوال مخالف. وقال مراقبون إن عدد من الهجمات الإرهابية اللي استهدفت الشرطة والجيش في الكمائن والارتكازات تم عبر وضع متفجرات وربطها بهاتف جوال والاتصال طبعا بهذا الهاتف الذي لا يحمل أي بيانات عن بعد ليحدث التفجير من دون وجود الشخص الذي قام به. أعلنت حركة حسم الإخوانية مسؤوليتها خلال الأشهر الماضية عن استهداف ارتكازات أمنية عدة، ومنذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو من عام 2013 وازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية في البلاد وامتدت من سيناء إلى القاهرة ومحافظات أخرى. نذهب إلى الأخبار لنشاهد منها كاريكاتور بريشة الفنان عمرو فهمي عن ارتفاع أسعار الدراسة. ننتقل إلى ملف آخر مهم يفرض نفسه على الساحة عن أعمال العنف والاضطهاد التي يعاني منها مسلمو الروهينجا. نقرأ في عدة تحليلات ومقالات حول حقيقة ما يحدث ولماذا يحدث في مختلف الصحف العربية والعالمية والمصرية. نبدأ من الفاينانشال تايمز، كيف تقبل أونغ سان سوكي انتهاك حقوق الإنسان؟ افتتاحية الصحيفة التي تقول فيها لم تكن قديسة لكنها كانت قريبة جدا من ذلك. كانت أونغ سان سوكي ملهمة للملايين حول العالم وكان كفاحها رمز للمقاومة السلمية لحكم العسكر. ترد الصحيفة كيف كافحت سوكي فتقول أنه وبعد سنوات من القمع تخللها السجن في العزل الانفرادي وصلت سان سوكي إلى الحكم وكان انتصارها لافتا للانتباه، خاصة وأن ذلك الجزء من العالم شهد هزيمة الحركات الديمقراطية وعودة السلطوية إليه. لكل ذلك طبعا تعتبر الصحيفة سلوكها الحالي فيما يتعلق بمسؤولية قوى الأمن عن قمع مسلمي الروهينجا مخيبا للآمال. تشير الصحيفة إلى تقارير حقوق الإنسان عن تدمير قرية بأكملها وحرق 700 مبنى فيها، عن التصعيد العسكري الأخير على إثر هجوم مسلحين من مسلمي الروهينجا على مراكز شرطة وقواعد عسكرية. تقول الصحيفة أنه وعلى الرغم أن سلطة سان سوكي لا تصل إلى الجيش ولا تستطيع وضع حد للعقوبات الجماعية في إقليم رخين كما تقول الصحيفة، وبالرغم من أن الجميع يدركون أنها واقعة تحت ضغوط كبيرة من وجود نزاعات إثنية متعددة، لكن ما يزعج هو امتناعها حتى الآن عن الإدانة الأخلاقية لما يحدث. تضيف الصحيفة أن رئيس لجنة نوبل اللي منحتها جائزة نوبل للسلام وصفها في الوقت ده بأنها تجسيد لسلطة من لا سلطة له، إلا أنها بقيت تتفرج على مسلمي الروهينجا يطردون من البلاد وتحرق بيوتهم وتقتل مواشيهم. وطبعا في الحصول على جائزة نوبل السلام التي حصلت عليها في العالم طبعا عبر الجميع عن خيبة أملهم من سلوكها، ومن بينهم أصغر حائزة على الجائزة مالالا يوسف التي قالت إنها تنتظر من سان الكثير والكثير. الآن إلى الاتحاد، وفي نفس الشأن نقرأ أونغ لا ترى عنفا ضد الروهينجا. مقال رئيس التحرير محمد الحمادي، تناقض كبير في الكلام في كلام أونغ سان سوكي الزعيمة الفعلية في ميانمار عندما قالت منذ أيام تعليقا على أزمة مسلمي الروهينجا إن حكومتها تحمي كل فرد في ولاية رخين، في حين أن الواقع يقول إن هناك أكثر من 123 ألف شخص من مسلمي الروهينجا فروا من بيوتهم إلى بنغلاديش خلال الأسبوعين الماضيين فقط، فكيف تحمي حكومتها الشعب وعشرات الألاف من البشر فروا خلال أيام قليلة؟ يضيف الكاتب إن مأساة الشعب الروهينجي كبيرة وطفت على السطح أكثر من أي وقت مضى، أصبحت بحاجة إلى تحرك دولي وإنساني سريع، فالعالم مطالب بإغاثة أولئك المنكوبين من الأبرياء ومن النساء والأطفال من عنف المتطرفين، في الوقت نفسه طبعا بحاجة إلى حمايتهم من المتاجرة بقضيتهم سواء من هم أو من هم من بنى من هم من أبناء جلدتهم أو من غيرهم من الجهات التي تعيش على مآسي شعوب العالم، خصوصا على مآسي الشعوب المسلمة المضطهدة. يشير الكاتب إلى موقف يونغ الذي يجعلنا نسترجع مواقف بعض من فازوا بهذه الجائزة العريقة، ومنهم توكل كرمان من اليمن واللي اختارت
أن تكون ضد الاستقرار في بلدها وتؤيد الجماعات الإرهابية مثل الإخوان المسلمين. لم يكن لها أي جهد في إيقاف الحرب في بلدها واللي راح ضحيتها الآلاف، وتم تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية فيه. وكذلك فاز طبعا بهذه الجائزة زعيمان إسرائيليان أديهما ملطقة بدماء الفلسطينيين، مناحم بيجن المرتبط اسمه مباشرة طبعا بمجزرة دير ياسين، وشيمون بريز الذي كان وراء مجزرة قنا. يقول الحمادي إن آخر من نال هذه الجائزة هو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي لم يقدم أي شيء للسلام لا في فلسطين ولا في العالم، بل كان ممن دعم وبقوة ما يسمى الربيع العربي. وإذا أحصينا النتائج الكارثية في عدد القتلى واللاجئين والمشردين والجرحى أيضا نتيجة هذا الربيع، فبلا شك سنكتشف أن من يكون وراءه لا يمكن أن تكون له علاقة بالسلام. هؤلاء كلهم يستحقون جائزة أخرى غير جائزة السلام، يستحقون جائزة نوبل للكلام، فهم يتكلمون عن السلام ويتسببون في الموت والدمار. إلى واشنطن بوست ونقرأ منها صمت زعيمة ميانمار على مآسي الروهينجيا مخجل. وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صمت رئيسة وزراء ميانمار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوكي إزاء المآسي والمذابح التي يتعرض لها مسلمو الروهينجيا في إقليم رخين بالمخجل. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن سوكي تبوأت مكانة مرموقة في العالم باعتبار أنها كانت سجينة سياسية دافعت من أجل الديمقراطية وعرضت الحكم العسكري لبلدها، إلا أنها لم تظهر أو تظهر اهتماما كافيا بالتوفيق والمصالحة ما بين البوذيين ومسلمي الروهينجيا. أوضحت الصحيفة أن سكان ميانمار يعد خليط متقطع ومتعدد الديانات يتألف من العشرات من الجماعات العرقية، ولكن الحقيقة تؤكد أنه لم يتم إهمال أو اضطهاد أي مجتمع في ميانمار أكثر من الروهينجا الذين حرمهم العسكريون من حقوق المواطنة الخاصة بهم عام 1982. ومنذ ذلك الحين أشارت الصحيفة إلى أن مسلمي الروهينجا عاشوا في ظروف تشبه الفصل العنصري في ولاية رخين، وهو ما دفع المراقبين إلى الاعتقاد بأن التمرد المتنامي هناك بسبب عقود من الإساءة والاضطهاد الحكومي أكثر خطورة من ازدهار شبكة تنظيم داعش الإرهابي على أراضي ميانمار. أبرزت الصحيفة أن جماعات حقوق الإنسان حذرت مرارا من تداعيات اضطهاد مسلمي الروهينجا. في عام 2015 صنف متحف الهولوكوست الأمريكي ميانمار بأكثر دولة في العالم معرضة لخطر الإبادة الجماعية. نقلت الصحيفة عن يانغ لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، وهي بتقول أن الزعيمة الفعلية لميانمار يجب أن تتنحى، وهذا ما نتوقعه من أي حكومة من أجل حماية كل شخص يعيش في ميانمار. وأشارت إلى أن أكثر من 1000 شخص من الروهينجا قتلوا خلال الأسبوع الماضي فقط، تابعت الصحيفة وهي بتقول مع ذلك تظل سان سوكي صامتة بشكل واضح عن الفظائع المبلغ عنها، حتى مع إصدار قادة العالم وممثلي المنظمات الدولية موجة من بيانات الشجب والإدانة، بيد أن المدافعين عن سان سوكي يقولون أنه يتعين عليها السير على خط دقيق مع الجيش المدعوم بشكل كبير من البوذيين القوميين داخل ميانمار. أضافت واشنطن بوست أنه بغض النظر عن سنوات صمت سان سوكي تتجلى حقيقة أخرى، وهي أنها لم تقم برفع القيود الصارمة التي تفرضها الدولة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة المتضررة من تنامي التمرد، كما أن السلطات هناك لم تسمح بدخول وسائل الإعلام المستقلة لتغطية وكشف ما يحدث في ولاية رخين. وأخيرا قالت الصحيفة الأمريكية إن الأحداث المحيطة بروهينجا اتخذت طقوسا طائفية مثيرة للقلق، وأصبحت محنة الروهينجا قضية شائكة في الدول ذات الأغلبية المسلمة، في حين تضربت الآراء حيالها في الهند حليفة ميانمار الحيوية والتي تدرس حكومتها الهندوسية القومية ما إذا كانت سترحل أو سترحل آلاف اللاجئين من الروهينجا عن أراضيها. هنطلع مشاهدينا فاصل سريع وبعد نكمل مع حضراتكم هذا الملف.
اهلا بكم مره تانية وما زلنا في نفس الملف وهو اضطهاد مسلمي الروهينجا. والى لوموند ونقرا منها الغرب محرج من المأساة في بورما. كتبت صحيفة لوموند ان هذه الحملة ضد مسلمي الروهينجا اصبحت مصدر غضب شديد بين حكومات الدول الإسلامية حول العالم. فبينما احتج الرئيس الاندونيسي امام السلطات البرمية يتظاهر المئات في جاكرتا امام سفارة بورما. تضيف الصحيفة ان المتطوعين لدى الجمعيات غير الحكومية العاملة في بورما اكدوا ان الحصيلة التي تناولتها المصادر الإعلامية لعدد القتلى والجرحى والهاربين من العنف في بورما إلى مناطق أخرى لا تعبر عن الواقع الذي يعاني منه هؤلاء بشكل يومي في الدول الغربية. بعض المسؤولين نددوا بما يحدث في بورما، وصلت مطالبة الجيش في هذا البلد بتحمل مسؤوليته، ولكن تبقى الدول الغربية متكتمة حول الدور الذي تلعبه أونغ سان سوكي في الحكومة المدنية. أشارت بعض الدول الغربية إلى أنه لا سلطة لها في القضايا الأمنية للبلاد، وأنها حاولت اتخاذ إجراءات ضمن الكم المحدود من صلاحياتها أمام الجيش الذي يعتبر الأقلية المسلمة أو يعتبر الأقلية المسلمة عرقا أجنبيا في البلاد. وإلى الأخبار ونقرأ منها مأساة مسلمي بورما. مقال علاء عبد الهادي يقول فيه الكاتب: يقف العالم بأسره بما فيه للأسف العالم الإسلامي موقف المتفرج من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء أقلية الروهينجا من المسلمين على يد الأغلبية البوذية هناك. تخيلت من البداية أن الأمر فيه مبالغة، وإن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إما مصطنعا أو موجها لأغراض صور بشعة طبعا لا يستطيع إنسان ولا حتى حيوان أن يرضى بها قلبه أو ضميره. صور وفيديوهات لفتيات، حرق لمنازل قرى وتهجير جماعي لأناس كل جريمتهم إنهم مسلمين. إلا طبعا كان متخيل أن الوضع فيه مبالغة، إلا لحد ما أعلنت مفوضيات الأمم المتحدة للاجئين أمس عن فرار جماعي ل 64 ألف مسلم من بورما إلى بنجلاديش إلى ماليزيا إلى إندونيسيا هربا من اضطهاد الأغلبية البوذية. يختتم الكاتب مقاله وهو بيقول: قبل أن نطالب المجتمع الدولي أن يعدل أو يعدل من موقفه المتراخي تجاه ما يحدث، الأولى أن نبدأ بأنفسنا ونعلن كعرب ومسلمين موقفا حاسما تجاه هذه الجرائم التي ترتكب تحت سمع وبصر عالم لا يريد أن يرى أو يسمع. كلنا مسؤولون أمام الله وأمام ضمائرنا قبل أن نموت. إلى أسيوشيتد بريس ونقرأ منها أيضا: الروهينجا يسلكون طريقا خطرا بحثا عن الأمن. قالت وكالة الأسيوشيتد بريس الأمريكية إن عشرات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من أراضيهم في ميانمار بورما هربا من أحدث موجات العنف التي شهدوها خلال الأيام الأخيرة. يقدمون مدخراتهم المتواضعة للمهربين البنغلاديشيين والبرميين أيضا فرارا مما وصفوه بالموت المحقق. أشارت الوكالة إلى أن المشاهد التي يمكن رؤيتها هناك قاسية إلى أقصى درجة، بما في ذلك الأم المنهكة من حمل أطفالها لفترة طويلة والأطفال المذعورين المتشبثين بأبائهم وهؤلاء الصغار الذين يحملون أشقائهم الأصغر منهم ولا يستطيعون التوقف عن البكاء. لفتت إلى أن نازحي الروهينجا عاشوا لحظات مرعبة خلال انتقالهم في قوارب عبر نهر ناف الذي يفصل بين بورما وبنغلاديش، ومن بينهم عائلة لم تتوقف طوال الرحلة عن الاستنجاد بالله قائلة: يا الله يا الله. سيدة أخرى وقعت في الماء بعد أن أعطت طفلها لرجل أطول منها حتى يتمكن من العبور بها إلى الضفة الأخرى بسلام. واجه مسلمو الروهينجا الذين يعيشون في ولاية راخين غرب ميانمار قمعا واضطهادا ليس له مثيل. وصفته منظمة العفو الدولية بالإبادة العرقية، وذلك بعد أن جردتهم الحكومة من جنسياتهم واعتبرتهم مواطنين بنغلاديشيين، فحرموا طبعا من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين البوذيين الذين يمثلون الأغلبية. وبالنسبة لهؤلاء الذين مروا بظروف لا يقوى عليها أحد، فإنهم يعتقدون بأن مأساتهم لن تنتهي أبدا. بدأت أعمال العنف والاضطهاد تجاه الروهينجا في 25 أغسطس الماضي عندما هاجم جيش أركان خلاص الروهينجا على قوات حكومية، ما دفع القوات الأخيرة إلى ارتكاب مجازر في المنطقة، وده طبعا بحجة القضاء على المتمردين. يرى اللاجئون المتدفقون على بنغلاديش قصصا أو يروون قصصا مختلفة حول استهداف واضطهاد القوات البرمية للمسلمين والتي أجبرتهم على مغادرة أراضيهم إذ أرادوا البقاء على قيد الحياة ما جعلهم يرحلون بالفعل. ذكرت الوكالة أن الروهينجا يتركون كل شيء وراءهم ولا يحملون معهم في رحلة نزوحهم سوى بعض الأشياء، أدوات المطبخ، حقيبة فيها أرز وأكياس محشوة قطن لكي يناموا عليها.
توي بنجلاديش أحد أفقر دول العالم ما يزيد عن 100,000 لاجئ من الروهينجا وصل إليها بعد أحداث 25 أغسطس اللي فاتت حوالي 123,000 آخرين بحسب تقديرات الأمم المتحدة. لا تستطيع منظمات الإغاثة الأممية والحقوقية توصيل المساعدات إلى مناطق العنف في بورما ولا يتمكنون من معرفة حجم المواد الغذائية والطبية الموجودة هناك. نذهب إلى الاندبندنت ونشاهد منها صور أطفال الروهينجا اللاجئين يجلسون في كوخ بجوار الشاطئ عبر أو بعد طبعا عبور الحدود بين بنغلاديش وميانمار عن طريق القوارب. طبعا مشاهدينا احنا حاولنا جاهدين ان احنا نجيب لحضراتكم اقل المشاهد والصور قسوه، بالتاكيد في صور كتيره وفي مشاهد كتيره وفي فيديوهات كتيره جدا موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتاكيد حضراتكم قدرتوا تشوفوها. إلى ملف آخر وعن الأزمة القطرية نطالع من صحيفة الاتحاد الإماراتية كاريكاتير بريشة الفنان شريف عرفة. طبعا زي ما انتم شايفين يعني قطر بتستنكر يعني مستغربة يعني لماذا تقاطعونني وكأن السبب مش معروف. ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال طبعا بيتحدث فيه عن داعش الإرهابي أقبح، المقال بعنوانه أقبح من ذنب. مقال لي سليمان جودة بيقول فيه الكاتب يتمنى المرء وهو يتابع صفقة مسار يعرف إعلاميا بأنه دواعش القلمون لو أن جهة في أي مكان من عالمنا العربي أو حتى خارجه قد رصدت جائزة لمن يتمكن من فهم الصفقة أو استيعاب أبعادها أو هضم تفاصيلها. إن دواعش القلمون لمن لا يعرف هم عناصر في تنظيم داعش عقد معهم حزب الله صفقة يخرجون بموجبها من الحدود السورية اللبنانية حيث كانوا موجودين قبل عقد الصفقة في مقابل الحصول أو حصول الحزب على جثامين 4 من مقاتليه لدى التنظيم. يضيف الكاتب أنه حيث يتطلع المتابعون إلى الصفقة من أي زاوية فلا يعرف كيف يمكن أن تتم هكذا على الملأ دون أن يحس أطرافها بأن كل الذين تلقوا أنباءها في وسائل الإعلام قد وقعوا في حيرة لا حدود لها. وكان سبب الحيرة أن الذين تلقوا أنباء الصفقة وقت الاتفاق عليها ثم أعلنها طبعا يسمعون دائما أن داعش تنظيم إرهابي وأنه كتنظيم محل مقاومة ومطاردة وملاحقة أيضا من كل جهة مختصة في المنطقة ومن كل جهة خارجها. سمعوا عن ذلك طبعا أو عن هذا دائما وصدقوه وأيقنوا فيه، فلما جرى الإعلان عن الصفقة تبدد ما سمعوه من قبل كله لأن الاتفاق كان على أن تخرج عناصر التنظيم في 17 حافلة مجهزة مكيفة من حدود لبنان من مع سوريا إلى منطقة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية. ويؤكد ما حدث أن الحافلات 17 قد غادرت منطقة الانطلاق وهي تحمل 300 من عناصر داعش و300 آخرين من أفراد أسر هذه العناصر في اتجاه البوكمال شرق سوريا برعاية طبعا من نظام بشار وبتوافق مسبق بينه وبين حزب الله. وفيما بعد انطلاق قافلة الحافلات بأيام تردد كلام قوي عن أن طهران كانت هي كذلك
ترعى عملية انطلاق الحافلة حتى وصولها إلى محطة النهاية، حيث يوجد التنظيم منذ بدء ظهوره في غرب العراق وفي شرق سوريا معا. المؤكد أنك طبعا ستكون في حاجة إلى كثير من العقل وكثير من الصبر وكثير من الجهد لتستوعب الموضوع في الأقل القليل منه، إذا الوارد أن تجرى عملية من المقايضة بين الحزب وبين التنظيم، فيحصل هذا على جثامين لمقاتليه ويحصل ذلك على جثامين لمقاتليه في المقابل. هذا وارد ومقبول ومهضوم، أما أن يخرج مقاتل للتنظيم أو مقاتلون للتنظيم أحياء من أماكنهم وبرعاية وحماية على هذا المستوى، فهذا هو الجديد حقا، وهذا هو ما سوف تتناقله الأجيال جيلا طبعا من بعد جيل. ما طبعا ما زلنا نتحدث عن التنظيم الدولي داعش وملف خاص من مجلة الأهرام العربي، هنقرأ منه أحد أهم طرق تمويل التنظيم بعنوان السجائر هي الداعم الخفي لعمليات داعش. تقرير للمجلة بترصد فيه استخدام 15 منظمة إرهابية في جميع أنحاء العالم بشكل منتظم عمليات تهريب السجائر لتمويل نفسها، طبعا مثل حركة طالبان الباكستانية تستخدم طبعا، والقاعدة أيضا في المغرب وداعش. هناك أسباب عديدة شجعت المنظمات الإرهابية لتهريب التبغ لزيادة تمويلها، منها أن السجائر تعتبر من المنتجات سهلة النقل والتخلص منها، وأنه يسهل تزوير الأوراق الخاصة بتهريب السجائر قبل طبعا بيعها، هذا بخلاف الأرباح الناتجة عن تهريب السجائر عالية جدا مقارنة بكم المخاطر المحدودة جدا الناتجة عن هذا التهريب. تشير الصحيفة إلى إحدى الدراسات التي نشرها مركز تحليل الإرهاب الذي يقع مقره الرئيسي في فرنسا بأن الإتجار في السجائر يمثل أكثر من 20% من مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، والتي تم تحديدها في 75 دراسة قانونية دولية بهدف إعلاء الحقائق وكشف مصادر تمويل الإرهاب منذ عام 2001. تستند هذه النتائج إلى دراسة تفصيلية بالأسماء للحالات المحددة الواردة في هذا التقرير الذي تغطي نتائجه التطورات حتى مارس من عام 2015. إلى غرب أوروبا ونقرأ من صحيفة لو فيغارو الفرنسية، جثث الجهاديين الفرنسيين في سوريا ترهق باريس. هكذا عنونت صحيفة لو فيغارو الفرنسية تحقيقها حول الجهاديين الفرنسيين الذين قتلوا في سوريا، وهي بتقول إن دمشق تحتفظ بجثث الفرنسيين الذين قتلوا في سوريا منذ عام 2011، وعلى الرغم من رغبة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في الحصول أو من الحصول على قائمة بأسماء هؤلاء الجهاديين، إلا أن الرئاسة الفرنسية ترفض التعاون مع النظام السوري. تضيف الصحيفة أن هذه الجثث منها ما دفن ومنها ما يحتفظ به داخل ثلاجات خاصة، منهم من يحمل الجنسية الفرنسية ومنهم مزدوجي الجنسية من أصول جزائرية ومغربية وتونسية أيضا، وهؤلاء استعملوا جوازات سفرهم أو سفر بلدانهم الأصلية للدخول إلى سوريا على الرغم من أنهم يحملون الجنسية الفرنسية. نقرأ في التحقيق أيضا أن أحد المسؤولين عن حفظ الجثث صرح للصحيفة بأنه من الممكن لدمشق أن تعرض صور هؤلاء كورقة ضغط طبعا ضد باريس، ولكنها لم تفعل لدوافع دينية، فعرض صور جثث جهاديين فرنسيين سيجعل عائلتهم تضغط على الحكومة الفرنسية ويتحرك بذلك الرأي العام. إلى مصر من جديد، حيث نقرأ عن الخيول العربية وخطة مصرية لتصديرها لجميع أنحاء العالم من صحيفة الشروق بعد تصديرها لأوروبا. مصر تخطط لغزو العالم بخيولها العربية. قالت منى محرز نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية أن مصر تضم 10,000 أو 1,060 مزرعة خيل أصيل، وقالت كمان أنها تستهدف تصدير الخيول المصرية إلى جميع أنحاء العالم. وصراحة طبعا نجحنا في استئناف تصدير الخيول إلى الاتحاد الأوروبي، صاحبوا أكثر الشروط تعقيدا، يعني أننا قادرون على الوصول إلى العالم كله بخيولنا الأصلية. وكانت مصر قد نجحت في شحن أول مجموعة خيول إلى أوروبا في 19 أغسطس اللي فات بعد حظر استمر لأكثر من 7 سنين، بعد أن صدر قرار من الاتحاد الأوروبي في عام 2010 بحظر استيراد الخيول من مصر. كان عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قال في تصريحات صحفية إن مصر تلتزم
بكل المعايير والشروط الدولية التي يضعها الاتحاد الأوروبي فيما يخص الخيول. وأضاف إن تصدير الخيول إلى إيطاليا إلى ألمانيا فرصة كبيرة لعودة الخيول العربية المصرية إلى الساحة الدولية، حيث تعتبر الدول الأوروبية هي بوابة التصدير إلى بقية دول العالم. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم دائما وأبدا على كرم المتابعة، على أن نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد.